في اليوم الرابع من زيارته إلى بولندا، أدان البابا فرانسيس من وصفه الموجة المدمرة للإرهاب التي ضربت العالم، ودعا الشباب ألا يكونوا غير مبالين بمعاناة الآخرين. كلمات البابا جاءت خلال احتفالات يوم الشباب العالمي المقامة في مدينة كراكوف. مقتل الكاهن الكاثوليكي جاك هامل في فرنسا الأسبوع الماضي على يد متطرفين مبايعين لتنظيم داعش ألقى بظلاله على مجمل زيارة الحبر الأعظم إلى بولندا. لا يمكننا التغلب على الحقد بالحقد أو على العنف بالعنف أو على الإرهاب بالإرهاب. إجابتنا الوحيدة للعالم على الحرب هي الأخوة. رأس الكنيسة الكاثوليكية قام قداسا بكنيسة فرانسيس الأسيزي في كراكوف وتلا صلاة من أجل السلام. وفي المساء أقيمت صلاة ليلية مع البابا، قدمت فيها فتاة من سوريا شهادة عن الواقع المأساوي الذي يعيشه الناس في بلدها. أكثر من مليون شخص من جميع أنحاء العالم شاركوا في احتفالات هذا العام باليوم العالمي للشباب الكاثوليك.